أنا إنسان موظف في دائرة من الدوائر، لا سيما الدوائر التي ترتبط بأعمال الناس وحاجات الناس، المحاكم، الأحوال المدنية، الصحة، التعليم، البلديات، غير ذلك. يابا أنا مفروض بحسب العقد الموقع بيني وبين الجهة أن أداوم مثلا من الساعة 8 إلى الساعة 2 حتى أقضي حوائج الناس. أنا أجي على الدوام الساعة 9 وأفكر أول شيء أنه لازم أتريق، والريوق ما يحلو إلا في داخل هذه الإدارة، ولازم يجون الجماعة، والجماعة وقعدة وكذا، 9:30 10 إلا يالله تونا شوية قمنا نتحرك نتحلحل. طيب زين، بعد ساعة ساعة ونص صار الأذان، تحضر للصلاة، صلاة خم، يصير واحد يترك الصلاة علشانها؟ روح يا بائلة وضوءك وصلاتك 40 دقيقة و50 دقيقة وإلى آخره. صار الساعة 12:30 واحدة، لازم أجيب ابني من المدرسة وبنتي من المدرسة، صار 1:30، لا وش أرجع الساعة 2 إلى الإدارة؟ هذا من خيانة الاتفاق، ولا سيما إذا تعطلت معه حاجات الناس. هذا لا يأكل ماله أكلا بالحق، وإنما يأكل بالباطل. لا تأكلوا أموالكم، يقول القرآن الكريم، بالباطل. هذا من الأكل بالباطل. أنت مسؤول عن أن تنجز هذا العمل، ما تتفضل علي أنا. بعضهم تروح إلى تراجعة، إذا شوية تحكي يقول لك شو أسوي لك يعني، روح راجعني بكرة. لا يحق له ذلك شرعا، لا يحق له. في سائر الأماكن يعاقب هذا. هسه في بلادنا المسلمة هذا الأمر المباشر للشغلة لا يعتبر نفسه خادما وموظفا ومسؤولا. مسؤول معناه شنو؟ معناه واحد يسأله يحقق وياه. مسؤول مو يعني هو يجي يتهجم على المراجع. موظف يعني عليه وظيفة يجب أن يقوم بها. أما قسم مثلا تشوفه هناك جبار في الصحة، إذا شوية تحكي وياه شو أسوي لك يعني، أنا كذا وكذا وكذا، شو تسوي لي؟ لازم تلتزم بدوامك. طيب أنت هنا تأخذ مالا لا تتصدق عليه، مو جاي هنا تتصدق علي وتتفضل علي. أنت في كل دقيقة يحسب لك مبلغ من المال، في كل ساعة يحسب لك مبلغ من المال. بسببي أنا أنت ترتزق، أنا المراجع صاحب فضل عليك، لأنك لولا أنا المراجع ما تحصل وظيفة، وإذا ما تحصل وظيفة ما تحصل رزق. فلازم تعرف أنه أنت مو صاحب فضل علي، حتى إذا سويت شغل اتمن علي، ترى سوينا شغلك، هاي وظيفتك أنجزتها إليك في نفس اليوم، هذا واجبك. طيب لو لم تعمله أنت لم تكن مستحلا لهذا المال الذي أخذته، وكنت خائنا لمقتضى الاتفاق المبرم بينك وبين هذه المؤسسة أو هذه الجهة.